يعني انا ما اعرفش، يمكن ما قابلتش حد مجنون رياضه فروسيه غير احمد السقا طبعا ومصطفى شعبان كمان، بس ست ما قابلتش انها تبقى حابه الموضوع كده، او طفله يبقى ده حلمها. انا عارف طفله عايز تلعب باليه، طفله تلعب جمباز، بس اللي يلعب باليه ما ينفعش يلعب فروسيه. ليه؟ بيستخدموا انواع مختلفه من عضلات جسمك. هو ركوب الخيل محتاج عضلات قوي كده؟ انا بركب خيل بس مش بطل اكيد. انت ما بتشوفش اولا ده بطل العالم، عايز اقول لك رجله عامله كده من كتر ما ركب الحصان. انت ماسك انت اللي بتقول الحصان ينط، هو ما بينطش لوحده، هو لو عليه مش هينط، انت اللي لازم تقول له ينط برجلك. شغلته هو ليه بيدفع فيه ملايين. انت شغلتك توصله لنقطه تيك اوف صح، مشكله شغلته هو بقى انه ما يوقعش السلك، انما انه ما يوقعش الحاجز. فهي اتس 50 50 جيم. لو انا حماره بعرفش اركب وراكبه حصان ب 6 مليون مش هعمل حاجه بيه. لو راكبه حماره وانا فارسه العالم مش هعرف. هي رياضه زي العربيه واللي بيسايق. 50 50 يعني. هي لازم بين الاثنين، بين الفارس وبين الحصان، والترويض وفي علاقه جامده جدا بتبقى بيننا. انا عارف ان هو الموضوع فيه بيبقى فيه عشق متبادل كده، والحصان ده حاجه مهمه قوي عند الفارس بتاعه. وفي بطولات جمال وبطولات حواجز. هو مصطفى شعبان بتاع جمال بياخد جمال. سقع لا ما بيركب معانا في حواجز. في حواجز. انت بقى بتحب حواجز؟ انا حواجز. بس انت انا دلوقتي عضو اتحاد فروسيه، فما ينفعش ممنوع اشارك. والبطولات دي فعلا ليها ناس وعليها اقبال. احنا لسه كنت الاسبوع اللي فات كان النهائي وكان في التلفزيون. شفت حاجه كده بس النهار. ما عرفتش اتفرج قوي. وانا كنت هناك وانا اللي سلمت الجوائز. طب خلينا نرجع لفتره ما قبل انك تيجي مصر. ايه اللي خلاكي تقرري تيجي مصر؟ حب عمري مات قبل يوم فرحي بيوم. فقررت انك تسيب البلد كلها وتتحركي؟ نعم. طب ليه ما فكرتيش في اوروبا؟ يعني وبما انك كنت متابعه اكتر لبره وحابه الدنيا بره. كنت محتاجه اهلي، كنت محتاجه مامي، كنت محتاجه اهلي. كنت محتاجه تيجي هنا؟ محتاجاهم. ولما جيتي دخلتي مسابقه ملكات الجمال؟ هي اللي دخلتها لي. مين؟ مامي. هي اللي دخلتها. وما كسبتيها؟ ما كنتش مبسوطه لان انا ما كنتش بلبس كعب طول عمري، فدلوقتي لازم البس كعب. وقعت كتير قوي بقى. الكوزلوك ده اللي بتلبسوه الكبير والخوذه والبتاع، عايزين نعمل شعري بقى والبس كعب واعمل ست وكده. بس كانت اكسبيرينس جميله. ايه الحاجه اللي كانت في من طموحاتك لما جيتي هنا وما عملتيهاش واتاخرت لحد النهارده؟ ايه الحاجه اللي كنت رسمه تعمليها؟ اني اتجوز ويبقى عندي فاميلي. وما عملتيش كده؟ عشان ما حدش اتقدم لي. وانت ما عجبتيش بحد؟ لا.